لينكد ليست اللي هي نوع من انواع داتا ستراكشر لينير داتا ستراكشر من اسمها هي لينكد ليست يعني هي عندك لسته من الداتا لكن هي متصله ايش معنى متصله يعني وحده تعتمد على الثانيه يعني وحده متصله بالثانية. احنا سابقا لما تعلمنا في الاراي على سبيل المثال انه مو شيء متصل في شيء يعني مو شيء يعتمد على شيء في الدرجة الاساس، لكن هنا لا راح تختلف عندك العملية انه يعتبر عندك لينكد ليست. طبعا لينكد ليست بالدرجة الاساس نستطيع من خلالها انه هي تدخل في عملية انشاء الكيو او في عملية انشاء عندك الستاك. لاحظ لينكد ليست ويمكن انه نوع داتا ستراكشر مع بعضها راح تنشئ لك داتا ستراكشر اخرى. اذا لينكد ليست نقدر نمثلها كالاتي انه هي راح تنقسم عندها قسمين، في كل اليمنت في كل نود يعني نقدر نطلق عليه هذا الجزء كله نود، هذا النود راح يحتوي لك على قسمين، الداتا اللي انت راح تخزنها ذيها وعلى البونيتر اللي 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 هو يمثل لك الادرس العنوان، تمام اللي يمثل لك الادرس. وبالتالي راح تكون عندك كالاتي انه كل نود راح يحتوي لك على داتا راح يحتوي لك على البي اللي هو عندك الفونيتر اور الادرس، ويبدي انه يرتبط. لاحظ انه هذا النود راح بما انه اعتباره لينكد يعني مرتبط راح يرتبط ايش من خلال البونيتر مالته والادرس مالته راح يرتبط في النود الاخرى، وهكذا كل واحد راح يرتبط بالنود الاخرى اللي موجوده فيه الى اخر واحد باعتبار انه ما في نود اخرى راح يرتبط بها، فراح يرتبط انه البونيتر راح يكون هنا عندك نول يرتبط في لا شيء يعني راح يؤشر على لا شيء. خلينا نستخدم مصطلح يؤشر، فهذا عندك هذا المؤشر راح يؤشر على هذا النود وهذا راح يؤشر على هذا النود وهذا راح يؤشر على هذا النود، اما هذا راح يؤشر الى لا شيء. وهنا طبعا لازم انه عندك حركه الاسهم، اذا هنا عندك هيد هذا هو الراس اللي راح تبتدي من عنده النود، وهذا هو نعتبره عندك الذيل اللي الخاص في اللينكد ليست. اذا هنا عندنا ثلاث انواع نقدر نقول من اللينكد ليست، اما انه تكون عندك سينجل اور دبل اور سيركل. السينجل مثل ما شفناها سابقا انه عندك مجموعه من النود اللي راح ترتبط مع بعضها واخر وحده راح تاشر، طبعا كل وحده تاشر على الثانيه، يعني الاولى تاشر على الاولى طبعا اللي هي هنا راح تكون عندك الهيد الراس راح تاشر على الثانيه تاشر على الثالثه، اخر شيء اخر بونيتر او اخر مؤشر راح يؤشر الى النول يعني يؤشر الى لا شيء. عندك بالنسبة إلى الدبل راح تكون عندك العملية متعاكسة، يعني كل نود راح تأشر مع بعضها. لاحظ إنه الأولى تأشر على الثانية لكن بنفس الوقت الثانية تأشر مع الأولى، تمام؟ وبالتالي يعني لما تكون عندك يعني الدبل يعني كل نود راح تأشر مع بعضها البعض، بتاع راح تكون عندك كومبلكس عملية أكثر تعقيدا باعتبار إنه هذه تعتمد على هذه تؤشر إلى هذه وهذه ترجع عندك تؤشر إلى هذه، وطبعا تبقى النود الأخيرة تبقى تؤشر إلى شيء ولكن بدرجة الأساس ترجع عندك إلى النود اللي سابقتها. أما بالنسبة للسيركل اللي فرقها عن السينجل إنه النود الأخيرة لا تؤشر إلى النول راح ترجع تؤشر إلى الهيد يعني إلى أول element موجود عندنا. طيب الآن أنت صارت عندك فكرة عن اللينكد ليست إنه أنا عندي نود وهذه النود مرتبطة مع بعضها وفيها أنواع ما تكون سينجل أو دبل أو سيركل. الآن مثلاً أنا أبدي أعمل عملية إضافة، إيش تتوقع؟ تتوقع إنه أنا أستطيع إنه أضيف نود جديدة في البداية، يعني في البداية أبدي أضيف الداتا اللي موجودة عندي. فانا حتى استطيع انه اضيف هذه ايش راح تصير عندك؟ راح تصير عندك الهيد، يعني هي صح نيو نود لكن هي راح تعتبر عندك الهيد، وبالتالي المؤشر مالتها يعني ما راح يصير عندك اختلاف في اللينك الليست في هذه الليست في اللينكد ليست. كل اللي انت عملته انه انا جبت نود جديده نيو نود خليتها ايش؟ خليتها في البدايه، المؤشر مالتها راح يأشر لعيش يأشر لي على النود اللي هي سابقا موجوده، وبالتالي هذا راح تصبح عندك الهيد. انتبه هذا راح يعني لو كانت عندك سيركل اذن هذا بما انه سابقا كان يؤشر على الهيد هذا راح يرجع يأشر لك ايش؟ يأشر لك على النود الجديده اللي انت عملتها.
العملية عكسية لما انت تبدي تضيف نود جديدة في الأخير، يعني راح تكون انه هذا التيم اللي هو كان سابقا يعتبر عندك الذيل آخر element يعني last node في الليست اللي كان يؤشر إلى لا شيء، أصبح عندك يؤشر إلى النود الجديدة. لاحظ هذا سابقا كان يؤشر إلى لا شيء، أصبح عندك هذا يؤشر إلى النود الجديدة، وأصبح عندك المؤشر الخاص في اليونود هو اللي يؤشر إلى لا شيء nothing. أما إذا كان يرجع إلى الأولى يعني سيركل فراح يبدي يرجع إلى الهيد. طبعا هذه كل الأمور طبعا لازم تأخذها بنظر الاعتبار لما تبدي تنشئ هذه اللينكد ليست، تبدي تعمل عليها العمليات بأي لغة برمجية، يعني بأي لغة برمجية وبأي خوارزمية تبدي أن تطبقها، لابد أنه تأخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار. أنه مثلا التيم اللي هو كان في السابق لما ديت أنه ضيفت نود جديدة، لازم كل هذه الأمور أخذها بنظر الاعتبار. سبيل المثال أنه أنا أريد أضيف نود في المنتصف، يعني لا أو ضمن لوكيشن معين، لا أنا أضيفها في البداية ولا أضيفها بالأخير. يعني مثل ما تلاحظ هذا عندك الهيد وهذا عندك الذيل وهذا النول يرجع لي على الهيد، لاحظ يعني أشر على الأولى. فأنا إذا أضيف هنا أنا، فلما نضيفت هنا أنا راح يختلف عندك الأمور، راح أبدي أقول له لأن العمليات راح يعني راح تكون ضمن خوارزمية معينة طبعا، فراح أقول له على سبيل المثال إنه هذا لما أبدي أضيفه راح أبدي أغير في هذا المؤشر، هذا المؤشر سابقا كان يؤشر على هذه النود، أقول له لا هذا المؤشر أبدأ أكسره وأبدأ أخليه يؤشر على هذه النود الجديدة، والنود الجديدة مالته راح أبدأ أخليها تأشر لي على إيش، على النود اللي هي راح تليها في اللينكد ليست. أما إذا أردت إنه أعمل ديليت على النود معينة، فأنا قبل أنه أعمل هذه الديليت عملية الديليشن مالتي، فلابد إنه أكسر اللينك اللي هو يكون قبله، تمام؟ قبله يعني هذا اللينك اللي راح يكون ما بين النود، قبل لا اعمل عملية الديليت لابد انه اعمل له ديليت او اكسره قبل انه اني اجري عملية الحذف. هذه الامور راح تاخذها انت بنظر الاعتبار طبعا لما تتعامل معه برمجيا في اللغة المعنية. بعد ما ابدي بعملية كسره اوكي ابدي بعملية الحذف.